يا صباح الفل عليكم جميلات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله اشوفكم في قناه نهار النهارده. عندي حاجه مفيده مهمه مع مدام مفيده شيحه ومع مدام سهير. اتمنى ان شاء الله ان انتم تتابعوني تشرفوني، وجودكم معايا يهمني. انتم اصحاب الصفحة من البداية، وبإذن الله ان شاء الله يعني هي حاجة طبعا اوف كورس مجربة، عمري ما هنزل حاجة الا اذا كانت نجحت عند اتجربت مع الناس. بحاول احفظ الطريق لاني بنساه. صباحكم فل ورد ياسمين على احلى متابعات ومتابعين، واتمنى منكم المشاهده الممتعه. انتوا تشرفوني في اي مكان بروحه من اي بلد بصور فيها، وطبعا اوف كورس انا هنا في بلدي ودي حاجه تشرفني، واولادي كمان بيتفرجون عليا ناو. Hello guys, how are you doing boys? I miss you so much and I would see you. كنت بكلم أولادي لأنهم بيتفرجون عليا ناو في اللايف، حبايبي اللي في أمريكا وحشتوني جدا، إخواتي الجميلات دكتورة ناهد وحشتني، دكتورة عايدة وحشتني، أمونة وحشتني، القعدة معك وحشتني، ونعمل إخوات فعلا في ظهري كده دايما. وسلامي لماريلين واشنطن دي سي لأمريكا، وسلامي للناس اللي في إنجلترا اللي بتتابعني، اللي بيخشوا على اليوتيوب وبشوفهم. انضم لينا ناس كمان من طوكيو ومن تركيا، ففي بلاد كتيرة جدا بتتفرج عليا. في ناس اوريدي من السويد، وناس من البلاد العربية اوف كورس، اند كلكم على راسي، جميع البلاد اللي بتتابعني على راسي. واتمنى ان انتوا لو ما عندكوش تلفزيون مصري ان شاء الله البروجرام بينزل على اليوتيوب، وشيء اللي بيفوتكم دايما بعيده اخر اليوم بالليل في قنوات اليوتيوب بتاعتي، وان شاء الله باذن الله تكون مشاهده ممتعه. نورتوني وشرفتوني وهتفضلوا منوريني طول ما انتم معايا. دعمكم يهمني، اكتب لي من تحت الفيديو ده من اي بلد بتتابعني. باي باي.